رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتكم 90 دقيقة وبنتكلم على هل استطاع أو يستطيع الإعلام المصري إن هو يوضح للغرب حقيقة ما يحدث في مصر الآن وفي سيناء بالتحديد. هل نستطيع أن نجيش دول العالم معنا في حربنا ضد الإرهاب ولا لسه قاعدين بنكلم نفسنا؟ أستاذ أسامة. نقدر بشروط. إيه هي؟ نقدر بإن إحنا ما نخاطبش نفسنا. أنا عايز أحكي لك واقعة قديمة شوية. لما كنا بنفكر ان احنا نقدم في المونديال ونستضيف المونديال صفر الصفر، عملنا حاجة هايلة، عملنا لجنة للدعاية للمونديال. اللجنة دي كانت بتوزع تيشيرتات جوه مصر في الهرم. في الهرم فاكر. هي دي الفكرة. امتى هتكون عارف انك ما تخاطبش نفسك؟ امتى تكون عندك طريقة مباشرة، فاهم دماغ الغرب عايزه ايه، فاهم دماغ المتلقي. طب ما هو المتلقي عنده اجندته الخاصه بيه. انا ادوات مخاطبه الصومال، عارف هتخاطب الصومال ازاي. عايز تخاطب الامريكان، عارف الامريكان بيفهموا ازاي. هل انت عندك هيئه استعلامات؟ هل مصر ما فيهاش؟ فيها. طب فين؟ فين التنظيم؟ خليني اقول لك، هيئه الاستعلامات لغايه قبل اسبوعين، قبل تولي النقيب السابق، تمام، هيئه الاستعلامات كانت فين؟ احنا من 30/6 فين هيئه الاستعلامات؟ وكنا بنقول ده مفيش. ما هو انت عندك ايه ادوات مخاطبتك للخارج؟ نمره واحد ان يكون عندك قنوات دوليه، والحقيقه ما نجحناش ان احنا نعمل قناه كبيره لانها عايزه كم مكان، يكون صلحه برضه عشان ما نجلدش ذاتنا. مكلفه للغايه، مكلفه جدا جدا جدا، واحنا كدوله عندها هموم اقتصاديه كتيره جدا، مش قادر تضخ كل المبالغ اللي بتضخها الجزيره. خلينا نكون صلحه. طب سكاي نيوز قناه كبيره جدا، لكن هل سكاي نيوز عربي عندها نفس تاثير اللي كانت عندها الجزيرة؟ صحيح. لا. لا. ربما الظرف، ربما التخطيط، ربما طريقة البداية والبنى، حاجات كتيرة جدا. لكن هل احنا ناجحين ان احنا نخاطب الغرب؟ احنا مش ناجحين نخاطب اللي احنا عايزين نوصل له، احنا مش عارفين دماغه بتقول ايه. صف ناس بقى هو الامريكان او الاوروبيين او الصومال. بس لما تتحد المصالح اعتقد بتبقى الحكاية اسهل. دلوقتي اسهل. دلوقتي اسهل، دلوقتي اعرف اعمل جماعة الضغط أتحرك بيها. لكن تعالى حتى في قصة جماعات الضغط، تمام، كنا زمان بنسمع أيام في أواخر عصر مبارك إن كانت مصر تعاقدت مع شركة بي آر عشان تحسين بي آر أمريكية. نعم. علشان مخاطبة الكونجرس وتمرير مصالحنا، وأنا بعتقد ده شيء مش عيب وشيء مهم جدا. طلع وقتها قالوا أصل الشركة هدفها تمرير التوريث. اوكي، توقفت القصة. طب هل انا عندي بدائل حقيقية تخليني قادر اشكل لوبي يقنع الناس بوجهة نظري؟ احنا قعدنا بعد 30/6 لفترة طويلة جدا جدا محاصرين دوليا بشكل كبير جدا، لغاية لما اتحرك الرئيس في سلسلة جولات، بدأنا نشتغل صح، بدأنا نشكل جبهات ضغط، بدأنا نشرح وجهة نظرنا بشكل حقيقي. تعال في قصة الارهاب. هو انا مش بقاي حوالي 20 سنة بتكلم عن بصرخ من الإرهاب لوحدي؟ صحيح. طيب هو مش دلوقتي في موجة دولية من الهجمات الإرهابية موجودة في كل الدول؟ طيب احنا عاملين تنسيق جيد حتى الآن، لكن هل قادرين نسوق قضيتنا احنا الشخصية وما يحدث في سيناء وما يحدث في الغرب وما يحدث في ليبيا اللي بيأثر عليها بشكل مباشر؟ طب ليه فرنسا وإنجلترا قادرين يسوقوا مشاكلهم حتى وكانت بسيطة؟ يعني من شارلي إبدو للحدث بتاع البرلمان البريطاني. لندن بريدج، بعد شارلي إبدو فرنسا عملت مظاهرة عالمية شارك فيها رؤساء العالم كلهم على حادثة اطلاق نار في جوردان قد كده، مع كامل احترامي انهم زمايلنا. انت عندك كمين بتدمر بالكامل، عندك شهداء بيقعوا كل يوم ومش عارف تجتذب هذا النوع من التعاطف معك، اكيد في حاجه غلط. طيب هل انا عندي جورنال مصري باللغه الانجليزيه قوي بيوصل لاي حته؟ طب بالعربي حتى بيوصل؟ مش كفيل الاهرام ويكلي وال فين بقى؟ قول لي حضرتك. مفيش. الاهرام ويكلي جورنال حلو جدا ورائع، ببيعه في الكشك في مصر. المكان الوحيد بقى فيه في اكشاك الزمالك علشان خاطر بعض الاجانب اللي عايشين في الزمالك. طب انا بوزعه بره؟ طب احنا جينا في وقت من الاوقات كنا في ازمه اقتصاديه وخدنا قرار في ان احنا نخفض عدد المستشارين الاعلاميين لينا في الخارج، تمام، علشان خاطر احنا بنعاني من ازمه اقتصاديه وده ظرف. طيب هل راحت تنبيهات وتكليفات للسفراء بشكل مختلف انه ازاي يتواصل مع وسائل الاعلام الدوليه؟ ما حصلش. طب هل في سفير مصري
طب ده دور مين؟ يفتح الباب او المباني. مين اللي يعمل الدور التنسيقي ده؟ يكتب مقال بشكل جيد في اي جورنان كبير بره؟ لا في لا في ناس في ناس في ناس هنا في مصر موجوده بتكتب مصر. النائبه داليا يوسف على سبيل المثال بتكتب رامي زهدي بيكتب. انا بكلمك على شكل حكومي، تحرك حكومي. مفيش فعليا، مفيش تحرك حقيقي ان انت تخاطب الاعلام الدولي. انت مش عارف تعمل ده. دور هيئه الاستعلامات كمان. انا قلت اول دور هيئه الاستعلامات. احنا بننتظر من القياده الجديده لهيئه الاستعلامات انها تتحرك تقوم بالدور. منتظرين بقى نشوف ايه اللي هيحصل. انا بس عندي تعليق صغير على على قصه الكمين، على الكمين السبت. اتفضل. كمين ابو عقل اللي اتضرب النهارده هو كمين انشئ ضمن ثلاث كمين انشئوا من فتره لا تتجاوز سنه. الكمين ده تحديدا دوره ايه؟ دوره فصل جنوب الشيخ زويد، جنوب رفح، بوسط سينا. ده على منطقه البرس. اللي حافظ الخريطه ستلوى طبعا هيكون عارف ده اكتر مننا. اتفضل. الطريق ده هو الطريق الاساسي اللي بيربط من رفح لجبل الحلال، لوسط سينا لجبل الحلال. ده قانون، ده استراتيجي جدا، وجوده في الحته دي شديد الاهميه. ده واحد من ثلاث اكمنه اتعملوا بشكل مثلث، موقع استراتيجي. موقع استراتيجي. استهداف الكمين دوت حسب المعلومات الغير رسميه اللي بتقال ان في تخطيط بيتم بقاله شهرين للكمين ده تحديدا، لانه قطع كتير جدا وساهم بشكل من امدادات تمركز القوات ان قطعت الامداد. صحيح هما ما بيمشوش على الطريق عشان برضه نكون بشكل واضح. ما بيرصد، ما بيمشيش، لكن هو بيرصد وبيطلع لكل فتره دوريات صغيره بتخش في الوديان اللي حواليه وترجع، فهو بيتشعب وهو مسيطر على المنطقه دي بشكل جيد جدا. عشان كده انا بعتقد ان النهارده القوات المسلحه اعلنت انها هتبدا بناء كمين فورا من بكره، تاهيله مره ثانيه وعمله ثاني، لانه هو كمين مهم جدا. ما يتعلق بالانفاق، احنا الانفاق عملنا فيها جرين كويس جدا. لكن انا عندي بس نقطه صغيره، الانفاق لم تنتهي بالكامل وما اقدرش اقول انها مش مهمه، لا هي شديده الخطوره. انت دخلت على فكره انفاق، يعني احنا عارفين انك انت ليك تجربه مهمه، انك انت دخلت جوه النفق نفسه ومش حاجه فانتازيا. لا ونشرتها ونشرت فيديوهات. صحيح. فيديوهات من جوه الانفاق. الانفاق في غزه منتشره، انت لما تعدي خط الحدود هتجد الانفاق زي محلات عادي، صف كامل جنب بعضه موجود. انت دلوقتي علشان خاطر تقضي على نفق شيء شديد الصعوبه، يعني بس عشان برضه انت بتقضي على نفق من ناحيتك، انت بتقضي على طرف واحد. النفق هو انبوب، صح؟ انت بتخش تضرب هذا الانبوب من ناحيتك، بيجي هو من منطقته يقوم عامل تفريعه ثانيه، تفريعه ثانيه ومكمل. فالقضاء على الانفاق شيء صعب جدا، لكن الانفاق موجوده ومؤثره وبتساهم بشكل كبير جدا. اقدر اقول لحضرتك ان هناك عديد من العناصر الارهابيه دخلوا اتعالجوا في غزه ورجعوا. عديد من الاسماء الكبيره دخلوا الى غزه، اختبأوا في وقت الضرب وعادوا مره اخرى. وحتى الان بيحصل. احنا قضينا على نسبه كبيره جدا، لكن لسه في شويه حاجات بسيطه كده صغيره. طيب بتحصل. انقل ست اللواء واحنا بنتكلم حضرتك عن التمركزات بقى والاكمنه الثابته دي. في ناس بتتكلم طب هو ليه في اكمنه ثابته يا فندم موجوده؟ ليه ما تبقاش اكمنه متحركه؟ ليه بنبقى موجودين واقفين امام هذه الجماعات علشان تقدر تعمل العمليه بتاعتها؟ نعم. اسمح لي بس اعلق على بعض النقاط. اتفضل فندم. في بعد حضرتك يعني المداخله الاخيره ليا، اول حاجه احب اقولها طبعا ان الشهيد البطل العقيد احمد المنسي نموذج لعقيده القتال المصريه، النصر او الشهاده. صحيح. شفناه، يا ريت تجيب صورته على الشاشه للمشاهد الكريم. نزل صوره سياده العقيد البطل الشهيد احمد منسي. احمد منسي وهو واقف في الخندق بتاعه في اخر لحظات حياته بيقول انا متمسك بالارض، مش همشي من هنا، وبيضرب على العدو اللي موجود قدامه الارهابيين. النصر او الشهاده اصدق لحظه في حياه الانسان. اصدق حبيبي هذا الرجل كان يعلم انه سيقابل الموت بعد لحظات، وهو قالها، هو قال لعلها تكون اخر كلمه لي. شوف اصدق لحظه في حياته. صحيح. هو ده المواطن المصري، هو ده الجندي، مثل للعالم كله عن الجنديه المصريه وعن روح الفداء والتضحيه من اجل ارض مصر وتراب مصر، مش بتوع السلالم. بصوا شوفوا الوطنيه بتوع السلالم. ممكن اقول حاجه عن الشهيد بس، ان هو اتفضل يا فندم. والدته معاقه وهو اتنقل انشاص، لان ليه اخ تاني ظابط طبيب كان بيخدم في مستشفى خارج في الصعيد، فانتقل لقاعده انشاص وبقى هو اللي بيخدم بيقوم برعايه امه. فلما بلغوه قالوا له ان انت لازم هتروح سينا
وافق على الفور للقائد، وافق قال له فورا انا هروح من بكره بس انا بستاذن، لبى يعني لبى فورا رغم ان القائد قال له انا ببعتك دلوقتي عشان اعزيك في نفسك، قال له يا فندم وانا جاهز. شوفك كل طلبه كان ان اخوه الطبيب يتنقل الى مستشفى قريبه لرعايه امه القائده، قال له انا هسيب امي للبلد. شوف الوطنيه. ومن تاني يوم كان تحرك في تاني اكتر من كده نموذج للعسكريه المصريه. ده بطل، احنا ما نزعلش النهارده لان ده اظهر للعالم كله ما هو الجندي المصري القائد المصري المقاتل. انا هكلم المحرك طبعا سياده اللواء، انما خلونا بس ناخد مداخله هاتفيه من سياده نائب المحترم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريده الاسبوع. سياده نائب، الاول طبعا تعازينا لحضرتك ولشعب مصر والقياده السياسيه والقياده القوات المسلحه في شبابنا النهارده، الشباب الوطني، الشباب القوي اللي قدر ان هو يدافع عن ارض مصر بكل ما اوتي من قوه حتى استشهد. استاذ احمد، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. والحقيقه ان هذا الحدث الاجرامي يدخل ضمن سياق احداث عديده شهدتها البلاد نتيجه المؤامرات الخارجيه والداخليه على ارض هذا الوطن. ومن ثم أستطيع أن أقول الآن أن جنودنا وضباطنا الذين قاتلوا ببسالة، وقواتنا المسلحة التي قتلت أكثر من 40 إرهابي ودمرت آلياتهم، لا يمكن بأي حال من الأحوال احتساب هذا الأمر على أنه مجرد اعتداء وفقط. نعم. ولكن مؤامرة متعددة الأبعاد. قطر تلعب دور رئيسي، قطر تعترف بأنها داعم للإرهاب. وزير الخارجية القطري مؤخراً أكد أن بلاده أقل البلاد دعماً للإرهاب. نعم صحيح. أمير قطر اعترف وقال أنه جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية وإنما تنظيم سياسي، وهو يعرف جيداً أن كل هذه التنظيمات العميلة تتحرك بتعليمات من الإخوان. لابد أن يكون هناك حشد مجتمعي خلف قواتنا المسلحة وخلف الشرطة الباسلة. ولكن يؤسفني ربما كما تعرضتم في حديثكم إلى أن بعض وسائل الإعلام للأسف ومواقع التواصل الاجتماعي لا تزال حتى الآن تشكك في ثوابت الدولة المصرية، في مؤسسات الدولة المصرية، تطعن الجيش من خلف ظهره وهو يقاتل الآن في معركة باسلة ويقدم التضحيات. قائد الكتيبة 103 العقيد أحمد المنسي، أب لثلاثة أطفال، يعرف تماما أنه قد يستشهد وكتب وصيته، ومع ذلك لم ييأس أو يحبط، بل بالعكس جميعهم كل فرد فيهم مشروع شهيد ومشروع انتصار أيضا. ولذلك أنا أقول أن هذه المعركة التي حدثت وتآمر فيها الآخرون بهذا الحشد الكبير هي جولة ضمن جولات عديدة، ولكن علينا ألا ننسى الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة لتكثيف منابع الإرهاب في هذه المناطق. علينا ألا نصدر الإحباط للشارع المصري. نحن نعرف أننا نخوض معركة ليست هينة. أنا عايز أقول لحضرتك يعني أستاذ مصطفى، أنا الشهيد أحمد المنسي، حضرتك بتقول إن إحنا علينا إن إحنا لا نصدر الإحباط. الشهيد أحمد المنسي لوحده صدر لنا كمية فخر وكرامة لا يستطيع أحد أن ينكرها، صدر لنا كمية عزة نفس وروح قتالية تكفي أن يعني يتحدث عنها أجيال وأجيال وأجيال. هكذا هو حال كل المقاتلين على صحيح. أرض سيناء وخارج سيناء. صحيح. العقيدة الوطنية العسكرية هي عقيدة هدفها الأساس حماية الوطن وحماية التراب الوطني وحماية الأمن القومي. جنودنا وضباطنا يتعلمون منذ البداية هذه العقيدة ويدرسونها ويطبقونها على أرض الواقع. كل ما في الأمر بالفعل أن نكون سندا لهؤلاء المقاتلين الذين يقدمون أسمى ما يملكون. دور السند إيه من وجهة نظر حضرتك؟ نساندهم إزاي؟ نعمل إيه؟ أولا نحن في حاجة إلى حشد شعبي كبير واصطفاف وطني كبير خلف القيادة السياسية والقيادة العسكرية في هذه الفترة تحديدا، لأن هناك محاولة للنيل من الصف الوطني. اثنين، لابد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يشككون أو يتآمرون أو يسوؤون للجيش أو الشرطة أو
الدولة ومؤسساتها في وقت الدولة تعاني فيه من الحرب. ثلاثة، نحن نسعى إلى القضاء العادل والناجز سريعا. لابد أن يحال كل هؤلاء الذين يرتكبون جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية حتى تصدر أحكامها السريعة والعاجلة والعادلة على كل من ينال من المؤسسة العسكرية أو رجالها. لابد أن احنا في الفترة القادمة كل لدينا إعلام تعبوي، إعلام قوي يدافع عن الدولة، إعلام حرب. ولكن ما نراه الآن للأسف يسقط منا شهداء، وبالليل نيجي نسمع لغة الإثارة تعود إلى بعض الفضائيات والتشكيك في كل شيء في المجتمع وتصدير الإحباط للناس. نريد بالفعل أن نكون عند مستوى الحدث ومستوى المسؤولية. نعم، أنا بشكرك جدا سيادة النائب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري على هذه المداخلة. أعتقد أنه قال كلام مهم جدا برضو سيادة اللواء، كان بيتكلم عن أن لازم يبقى فيه حشد شعبي دلوقتي موجود علشان نقدر نواجه هذا التحدي القوي اللي موجود بصراحة. تحياتي للأستاذ مصطفى بكري. نعم. رجل الوطني العظيم اللي تعودنا ان احنا نشوفه في مثل هذه المناسبات ليبث روح الوطنيه ويرفع الروح المعنويه لشعب مصر بالكامل وللشعوب العربيه بالكامل. نعم. تحيه للاستاذ مصطفى بكري. نعم. طبعا لابد، نحن الان في حاله حرب وبنقول هذا الكلام في اكثر من مناسبه، حاله حرب حقيقيه على الارهاب امام عدو غير نمطي غير تقليدي، عدو يذوب في جسد الشعب المصري، عدو خفي يظهر زي الخلية السرطانية في أوقات متفاوتة. وبالتالي هناك دور لكل مؤسسات الدولة. أنا بتكلم عشان إيه العبارة اللي حضرتك تفضلت وقلتها اللي هي إيه؟ الحشد الشعبي. نعم. حشد شعبي ومؤسسي لكل مؤسسات الدولة لها دور وواجب في القضاء على الإرهاب. نعم. هل على مستوى كل وزارة وكل هيئة وكل شركة وكل مؤسسة أصدر تعليماته، وأنا بقول أهو أصدر تعليماته لمرؤوسيه لأسلوب القضاء على الإرهاب والتعامل مع العملية الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية الوقائية للتحسب للعملية الإرهابية؟ النهاردة أنا بقول ما خدناش هذا الإجراء. والناس الإرهاب وصل إلى الأزهر وإلى الكنيسة وإلى المسجد. طب النهاردة لو دخل على عمله عملية إرهابية على مدرسة، هل نظر المدرسة ادى التلقين وعمل تجربة وقائية لعملية إرهابية تتم داخل المدرسة؟ معلش مع اختلاف التشريع ربنا ما يكتبها ويخليها تحصل أبدا، لكن لابد أن نتوقع العملية الإرهابية في كل مؤسسات الدولة. ممكن حد بيتكلم دلوقتي يعني يسمع كلام حضرتك وانتوا هتخوفوا الناس ليه؟ لا وإحنا دي وقاية. الموضوع هل الموضوع كبير قوي ده؟ الحكاية في سينا مش عندنا. هو بالظبط، ما هو ده التهاون. لكن نحن في حالة إرهاب حقيقية أخطر من الحرب التقليدية والحرب النمطية، وهي الحرب على مع العناصر الإرهابية والإرهاب اللي موجود. نحن في ايضا بضيف للكلام ده، نحن في حاله طوارئ. هذه حاله الطوارئ تستلزم ان احنا نوسع دائره الاشتباه. حقك لازم بد ان تمارسه بحيث ان كل من يشتبه فيه كعنصر ارهابي موجود. امال هو قانون الطوارئ معمول عشان ايه؟ لماذا اعلنت حاله الطوارئ؟ لمواجهه هذه العمليات وكيف سنواجهها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ملاحظه المواطن، المواطن يجب ان هو يشترك اشتراك ايجابي في الـ 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 ما تبقاش سلبي يعني، ما تبقاش شايف حاجه وتقول انا مالي، ما يبلغش انا بشك في زميله، عفوا في انا مش موسع دايره الشك. لا، التوعيه القانونيه والمظبوطه لابد ان احنا دي في اطار الـ يعني التوعيه. تمام. في اطار الحشد الشعبي. التعامل بقى على الارض يا فندم، واحنا بنتكلم عن الاكمنه الثابته. هقول لحضرتك انا هكمل بقيه النقط. نعم. لان كل سريعا كده علشان خاطر ايه ما اخدش وقت كتير. بالنسبه لالغاء الانفاق بنسبه 100% طبعا استحاله، لان الاخفاء بنسبه 100% لا، هي ما لم يتم القضاء عليها بنسبه 100%. النفق اسمح لي بس استخدم ايدي للتعبير، ليه جسم رئيسي زي دراعي كده وليه عده مخارج مش مخرج واحد. المخرج الاولاني ده في اوضه النوم في الدولاب، المخرج الثاني ده في الحوش بتاع البيت بتاع المنزل، الثالث ده تحت منبر في مسجد، الرابع ده موجود في دائرة المؤسسة الصحية اللي موجودة في الشيخ زويد، الرابع دوت في الغيط في او في المزرعة. ليه اكتر من مخرج، وبالتالي لما بتكتشف القوات المسلحة اثناء عملية التمشيط او قوات انفاذ القانون بتكتشف المخرج، يقوم بتقفله، يقوم يبحث له عن مخرج، يعمل له تحويلة من بدري شوية، يعمل له تحويلة يمين تحويلة شمال او فوق او تحت تحويلة
كمخارج لهذا الكلام. ودي صعوبة القضاء على الإنفاق. قوات الإنفاذ القانون نجحت في تدمير أكثر من حوالي 99%، هذا الرقم موجود حقيقة، ولكن هناك بعض الأنفاق اللي موجودة. الدليل على كده إيه؟ ما أعلنه المتحدث العسكري إمتى؟ من 4 أيام تقريبا على ما أذكر، عن اكتشاف نفق جديد موجود تحت جاي من وكل دي اكتشف بجهود ابنائنا في القوات المسلحه والضربات الناس موجود. طيب انا معايا دلوقتي على التليفون الاستاذ السيد محمود محسن عبد العزيز، وهو والد الشهيد المجند البطل محمد محمود. الاول خالص تعازينا، بنوصلها لك وبنوصل الاسره كلها طبعا خالص تعازينا وتعازي مصر كلها والله ليكم وابنكم بطل يا استاذ محمود. الحمد لله. انا الحمد لله. الخبر جالكم النهارده ازاي؟ الخبر قريته على المنشور على النت. الخبر جالكم بمنشور على الانترنت، ده انت اول حاجه انت عرفتها تيقنت منه بعد كده ازاي يا استاذ محمود؟ انا ابني مكلمني امبارح بالليل الساعه 8:30، وانا عارف اللي هو فيه مداهمه في رفح. وقال لي اللي احنا بدناش مداهمه والكلام ده. الساعه 4 الفجر دريت الموقع اللي هم فيه، في 12 عربيه دفع رباعي نزلوا عليهم والكلام دوت، وعربات مفخخه والحاجات دي. تمام. هو كان عنده كام سنة؟ 22 سنة. آخر حاجة اتكلمت معاه فيها كانت إيه؟ أنا بطمن عليه عادي زي أب بطمن على ابنه كل يوم وكده. قال لك أنا نازل أجازة، قال لك إحنا الدنيا عندنا هنا صعبة شوية. لا عادي ما فيش أي مشكلة، وقال أنا نازل إن شاء الله يوم الأربعاء بأمر الله. واخد بالك؟ قلت له تيجي بالسلامة إن شاء الله. ده آخر مكالمة معاه إمبارح بالليل. طيب يا ريت تحكي لنا حاجه عنه كده، هو والكتيبه 103 الابطال اللي كانوا موجودين في هذه الكتيبه، يعني كان بيحكي لك ايه مذكراته؟ كان بيحكي لك بيعملوا ايه؟ واجهوا ايه؟ التحديات اللي شافوها شكلها عامل ازاي؟ شاف ارهابيين قبل كده؟ حكى لك عاملين ازاي؟ والله يا فندم هو يعني كان ما بيحكيش على حاجه في الجيش نهائي، هو بيقول ان احنا كويسين مع بعض والكلام دوت، والناس بيعاملوني احسن معامله وظبطوا عاملين معاملة كويسة زي عيالهم بالظبط والكلام ده. بس أنا بشكرك بشكرك طبعا، ويعني بنوجه لك خالص التعازي لابن بطل سجل اسمه بحروف من نور في الذاكرة وفي وجدان كل مصري، يعني الشهيد البطل المجند محمد محمود طبعا وباقي القتيبة كتيبة 103. يعني شوف حضرتك حتى يعني ما بيروحش يحكي لابوه اللي بيحصل، يعني القناعه والعقيده اللي موجوده. دي تاني اسره تقول نفس الكلام، ما كانش بيقول لنا ايه اللي بيحصل عندنا. صحيح. اتفضل يا ست لو. فكنا بنتكلم على الانفاق، وقلنا ان في الانفاق انها بنسبه 99% تم القضاء فعلا على انفاق نتيجه للضربات الاستباقيه والتمشيط المستمر للاراضي الزراعيه والمبنيه والصحراويه والرمليه اللي موجوده بتتميز بها هذه المنطقه. النقطه الثانيه بالنسبه للعربيات واللي موجوده فيها في كهوف ما زالت موجوده برضو، لان التمشيط مش بنسبه 100% اللي هي جميل الارض. صحيح. هناك بعض الكهوف وبعض المغارات موجوده موجود فيها بعض السيارات، قد تكون جت هذه العربيات عن طريق الانفاق او عن طريق متخزنه زي ما تفضل وقال كده الاستاذ زكريا. بالنسبه للكمائن واماكنها، طبعا انا مش عايز اتبرع بمعلومات لاسلوب عمل الكمين ولا اسلوب عمل الاحتياطي، لان دي معلومات بنتبرع بيها ليهم من خلال وسائل الاعلامات، ولكن بيستغلوها طبعا ضدنا لما يعرف انا طريقتي ايه بعمل ايه. ولكن انا هقول معلومات عامه سبق تداولها على صفحات الاعلام، ولن امس طبعا الخطط التفصيليه الدقيقه، لان طبعا لا يغيب عن المتخصصين واللي هم ايدهم في النار اللي بيعملوا العمليه اللي بيتعرضوا الكلام ده كيف يؤمن نفسه. صحيح. الخطوه رقم واحد اللي بنتعلمها في القوات المسلحه لما اتحرك من وحده لاي مكان، اول حاجه عملها بعمل خطه اسمها خطه الوقايه والحراسه، اسمها كده خطه العدائيات اللي هيجي لي منين، هيجي لي من هنا ومن هنا ومن هنا. دي نمره واحد بعملها في اي مكان لاي واحد ينتقل من مكان لمكان، فما بال حضرتك بكمين مجهز لمهمه معينه لوقايه المدينه ولوقايه الكلام ده. فالكمين في حد ذاته اولا المكان اللي بيتم فيه اختيار لابد ان يكون هو مكان استراتيجي،
مكان له استراتيجيه يعني مؤثر على حاجه. الاستاذ اسامه تفضلت حضرتك دلوقتي وشرح برضو اهميه المكان اللي حصلت فيه هذه العمليه، وان دوت عمليه الموقع، عمليه الموقع اختياره نفسه انقذ وحقق انجازات كبيره جدا على قيد حمليات التحرك بحريه للعناصر الارهابيه من مكان لمكان. وبالتالي طب وهو موجود الكمين بقى في مكانه، بالتاكيد عمل الاجراءات الوقائيه اللي هي خطه الدفاع والوقايه والحراسه عن نفسه. ولكن اللي حصل ايه؟ العمليه الارهابيه عندما تتم، الارهابي اللي بيلبس الحزام ده هو داخل عليا خلاص، داخل عليا ده قضاء وقدر، يعني يكون ان خسائر من بعد ما لبس خلاص انتهى، بيوجه نفسه على اكبر كثافه ممكنه من القوه البشريه لكي يحقق اكبر خسائر. هو منتهي تمام. العربيه اللي بتحمل المواد الكثيفه اللي داخله على الكمين ودايس بسرعه 100 كيلو خلاص ده منتهي، هو جاي لي القضاء والقدر، جاي لي هو اللي جاي لي من عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص جه، ومش تقصير منه مننا ان يبقى فيه شهداء او في ناس تسقط في الاجراءات الامنيه للكمين، لان ده الست عربيات داخلين باقصى سرعه عندهم هذا الكلام ده كله وداخلين على العمليه. فالخسائر اللي حصلت او الكلام ده دي نتيجه واحد ارهابي خلاص وصل. لكن شوف البساله بقى بتاعت الشهيد العظيم واقف في موقعه وبيسجل الكلام، اخر كلمات في عمره صحيح. لن يترك موقفه. هي دي بقى البساله، وهي دي البطوله صح. وهي دي عظمه المقاتلين الشرفاء العظماء الذي لا يوجد. نحن خير اجناد الارض، خير اجناد الارض والله، اهو المثل اهو. العقيده كانت واضحه، ما فيش كلام تاني، في كلام تاني بعد هذه الكلمات اللي سمعناها راح عند ربنا شهيد في جنه الخلد والرضوان. كلنا يا ريت نتمنى ان احنا نحصل على هذه الشهاده. معلش انا بوضح بس بعض النقط. الاحتياطي عشان يتحرك، الاحتياطيات النجده وهو جاي، الاحتياطي طبعا هما بتحركش بلك كتله واحده، ده احنا التحركات لازم بطلع عنصر استطلاع قدامي وعنصر استطلاع في جنبي، لو في تبه عاليه مشرفه على الطريق اللي انا بتحرك قبل القوه الرئيسيه ما بتتحرك، بدفع واحد او اثنين او مركبه على التبه العاليه تامل تشوف لي في حاجه وراها، في عدو وراها تاني الناحيه التانيه ممكن ياثر عليا. يعني الاجراءات الوقائيه بتتخذ، ده كلام عام انا بقوله، انا ما بقولش خطط ولا الكلام زي كده، ولكن طبعا اكيد هذه الاجراءات متخذه بالنسبه لهذه الكمائن. انا عايز اكد ان احنا في حاله حرب وفي قانون الطوارئ موجود، ويجب ان تكون الاجراءات اشد محاسبه الاجراءات اشد محاسبه. استاذ محمود، للمخالفين، هل احنا الاجراءات القانونيه اللي موجوده عندنا دلوقتي هل هي اجراءات كافيه، ولا الحكايه مش محتاجه دلوقتي لقوانين ولا تشريعات، ولا ده الحكايه حكايه ثانيه خالص؟ لا اسمح لي الاول بس يا استاذ احمد عشان بس الناس تبقى برضو معانا والشرفاء برضو اللي بيسمعونا عارفين اللي بيحصل ده ما يهزناش. بمعنى الرئيس والقيادات قالوا ان المساله دي مش ما يعني ما هيش نزهه، يا دي دوله بتتعرض لمؤامره شغاله بقى لها سبع سنين، دوله بوظت او لغت مؤامره على المنطقه كلها، وكما قالوا هم مش احنا اللي بنقول. الرئيس السيسي قال ان في احد الكلمات بتاعته قال ان موضوع سينا ده ممكن يخلص في ساعه لو تتذكر حضرتك حاجه صحيح. زي كده، بس بيراعي المدني، الجانب المدني والكلام الموضوع ما تيجي عليه اوطيها يعني، واخد بال حضرتك مفيش مشاكل، ده اسهل حاجه. ولذلك انا من انصار ان في ناس تقول لك يعني طب في حلول مع لا هي امني، هو الموضوع امني، دول يتقطع رقابيهم، دول عصابه يعني، يقول لك ايه جماعات اسلاميه وجماعات لا 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 اسلاميه ولا يعرفوا ربنا ولا في اي حاجه، دي ارهاب، كل الكلام ده بفلوس يعني، زي ما تفضلوا الساده الضيوف مرتزقه يعني طبعا العربيات دي والكلام ده اللي بتصرف ده كله، العيل فيهم اللي بيقول لك ما بيقولكش لا انا راح الجنه ولا لا الجنه مين وبتاع مين، لا ده اللي هو واخد فلوس قبل ما يعمل الكلام ده، يا اما اهله هياخدوا فلوس، مش المساله لا فيها ايمان ولا في لا، دي عصابه مافيا. وانا يعني كنت اتمنى ان يتلغي موضوع اللي يقول لك مش عارف ايه بتوع ايه ولايه ايه واللي بتوع وداعش، لا لا دول عصابات كلها، عصابات مافيا منظمه، ما ايه المافيا المنظمه، انا مع مافيا بسلاح. نمره الاثنين، الاعلام عليه دور كبير، فشل الاعلام المصري بعد تحوله اكتر من مره
من بعد 25 يناير من ايام رئيس مبارك وبعدين الدكتور مرسي وبعدين المجلس العسكري وبعدين الرئيس السيسي واخد بال حضرتك التحولات بتاعتهم دي مش لصالح البلد دي لصالح جيوبهم واخد بال دول عملوا ايه كيف تحول الاعلام بس انا عايز انا مستني اسمع تحول ازاي الاعلام بس يعني ايه تحول الاعلام ايه تحول ازاي اعلام تحول مع كل نظام وكل سيستم وضحكوا على الناس واخد بالك واللي طلعوا والتسجيلات موجوده انت بص حضرتك ما تاخدش مني مساله عنصريه لا منك انت صحفي واعلامي انا بكلمك في حقائق اللي قال لك انا بشجع انا ادي لجمال مبارك أيوة واللي قال لك ادي مش عارف لمين أيوة واللي كان بيشتغل ساعه ايه يعني بلاش يعني طب ايه دخل ده ايه دخل ده دخل لا ده دي اقليه دي اقليه لا مش اقليه ولا حاجه مش اقليه مش اقليه مش اقليه واللي راحت مش عارف اجتمعت ايه مع بتاع السي اي اي في شرم الشيخ واللي يعني بلاش نخش احنا بنتكلم انا بقول لك الاعلام ما شافش دوره احنا بنقول بقى مصر اللي هي بتقول الرياده والاعلام هل حضرتك بتتكلم على الاعلام الخاص ولا بتتكلم عن الاعلام الرسمي الخاص بالدوله المصريه اللي كان مفروض برضو يبقى موجود يؤذن الدوله في اوقات صعبه؟ ما فيش اعلام رسمي ولا الاعلام الرسمي ده خلاص سيبك منه ده مفيش يعني منه. مفيش مسبيرو لا 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 مسبيرو مين وبتاع مين مفيش الكلام ده خالص لا لا ده مفيش غلط توليت مساله خلصت معاهم يعني واخد بالك فالاعلام احنا كالرياده زي ما كانوا بيقولوا خلينا نختلف بس والقناه بس والله انا بقول لك هو بس انا 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 صار المساله كلها لازم بنتكلم بصراحه احنا بس ما عشان الموضوع موضوع الحادثه دي حادث كبير مش صغير في ابطال وفي شهداء لكن برضو في حاجات موجوده احنا لما حضرتك بتتكلم على قطر وقناه الجزيره بقى مصر بالرياده بالقنوات اللي طلعت الجديده ولا هي يعني المساله كلها بيزنس وخلاص يعني انا سمعت طب ايه الدور خلينا نتكلم بقى انا ايه شغلتي انا ايه الدور دي شغلتي انا طب حضرتك بتقول ان لا حضرتك بتنتقد ما هو سهل جدا انا انتقد صعب جدا اقول تعمل ايه اصلح لما انا اكون مهنتي لكن دي مش مهنتي لكن انت عندك قناه بتواجهنا احنا مش عارفين نواجههم بالحرفيه بتاعتنا والمتخصصين حضرتك بتتكلم عن الجزيره ان الجزيره موجوده قادره ان هي ايوه ما انت حضرتك قلت اهو بنحارب اعلاميا اعلام اخطر سلاح عندهم واخد بال حضرتك احنا بالقنوات اللي موجوده اتعملت دي كلها واللي الكلام ده كله والصحف وتطلع مش عارف الصحيفه بالاخطار وتطلع لا ما هي المساله الاستاذ اسامه على طول اتاخد لا مش كده مش كده انا تخلص لا 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 ايوه المساله مش كده لا ما هياش ما هناش كيانات منفصله عن بعض ما هي ازاي انا بحب حضرتك هو انا بس عشان حاله الجدل دي بس انا اسمح لي اسمح لي اكمل النقطه اسمح لي بس استاذ اسامه بعد اذنك يا استاذ اسامه انا ما اعرفش ازاي بعد اذنك معلش كده انا سالته عشان كده انا سالته طيب استاذ محمود اسمح لي بس في مداخله تليفونيه محتاج اني اعملها انا معايا الشيخ صبري عباده طبعا مستشار وزارة الأوقاف شيخ صبري الأول يعني تعازينا طبعا لكل الشعب المصري في ضحايا وشهداء النهاردة هذا الحادث الأليم اللي كان موجود في سيناء شيخ صبري يعني كلمة شهيد متى نقول شهيد شيخ صبري معنا طيب الشيخ صبري الخط قطع احاول ان احنا نرجع مره تانية بس في فيديو مهم جدا انا احب ان انا بس اقوله مهم جدا يكون موجود معايا احنا النهارده استشهد الشهيد خالد المغربي الشهيد خالد المغربي هو من الكتيبه 103 صاعقه كان من سنه فاتت بينعي احد زملائه شهيد محمد الاكثر اللي هو حضر جنازته نفسه خلونا نشوف خالد المغربي في الفيديو ده قال ايه تعالوا مع بعض زي ما احنا كده شايفين ان سبحان الله يعني خالد المغربي كان موجود في هذه الجنازة علشان يقدر يقف سند لأهل الشهيد واخوه بيقول له هات حق اخويا هات لي حق اخويا
يعني اعتقد ان هي دي الروح دلوقتي اللي موجوده كمان يعني استاذ محمود، ان في طار دلوقتي قوي. اتفضل 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 معاك اتفضل اتفضل اتفضل. احنا وصلنا بعد بالذات بعد 25 يناير ان بقينا عاملين كل مجموعه بقت لوحدها. انت لما تيجي حضرتك تتكلم مثلا على ابنك في مدرسه ولا حاجه، تلاقي كل المدرسين ولو انهم اعداء مع بعض بيتخانقوا على الدروس الخصوصيه تكتلوا ضدك. تتكلم للاعلام تلاقي ناس تدافع ويقول لك انت طب الحل ايه؟ ما واللي بيتكلم في غير تخصصه. انا بشوف، انا اعرف اقدر اشوف الجريده دي بتعمل ايه والجريده بتعمل ايه، لكن بيعملوها ازاي مش مهنتي. واخد بال حضرتك؟ احنا الاعلام بتاعنا اللي هو بيغيب الناس بقاله 7 سنين فين؟ 90% منه فين؟ عشان عشان دي تبقى حته موجوده. انا بقول 90% عشان اخش ايه في المكان السليم، لكن بودي اقول ال 100%. واخد بال حضرتك؟ تمام. بالنسبه لحقوق الانسان، مفيش حاجه اسمها حقوق انسان. ليه؟ انا عندي ولادي دول الابطال دول، تمام؟ مالهمش؟ اللي استشهدوا. واخد بال حضرتك؟ انا لما يجي حد فين النخوه بتاعتنا فين؟ بلا حقوق انسان، بلا حقوق، خش يضرب وكسر وقطع الرقبه. مفيش كلام. الكلام اللي بيحصل ده ما فيهوش اي مراجعه. اي بلاد اي حاجه، الرئيس قال ايه؟ الرئيس سيسي قال ايه؟ هنقضي على الارهاب جوه وبره. اللي ايدك تطوله اعمله. بدل العالم، احنا بنتكلم على انجلترا، فرنسا، المانيا، امريكا، اللي هم الزعماء بتوع اوروبا. صحيح. واخد بال حضرتك؟ دول مش حكايه احنا نقدر نوصل لهم ازاي؟ ما هو ما انا بقول لك عندنا فشل اعلامي. لا، احنا قدرنا نوصل لهم دلوقتي، واصبح عندنا دلوقتي تغير مواقف رسميه موجوده لهذه الدول، والواقع بيتحدث عن نفسه. يا يعني احنا مش عايزين نضحك على نفسنا ونضحك على الناس. احنا وصلنا لهم دلوقتي، ولكن لسه عندهم يعني لسه برضه متشككين معانا، لسه عندهم هم الاجنده بتاعتهم زي ما هي، ما اتغيرتش. انت فاهم ان موضوع قطر ده لو كان حد من الناس دي ولا حاجه اتكلموا كلام مظبوط كان يبقى فيه اي تجاوب او اي حاجه، لكن في استثمارات عاليه، فلوس بتتكلم، الدولارات بتتكلم، لكن احنا عشان الاحداث دي كلها وصلنا ان احنا بقينا يعايرونا، يقول لك الرز وقله الادب والسفاله اللي بتحصل دي، يقول لك الرز ومش عارف ايه والكلام ده. ما كل ده من الاحداث اللي كانت موجوده، ما معروف انها مؤامره. مصر اللي هي احنا لما حد كان يقول احنا بنعمل وبنسوي وعلمنا وبتاع، نقول يا اخوانا ما فيش عيب، احنا اخوات واهل وكلنا مع بعض. الرز ومش الرز، رز ايه يا سفله يا اولاد الادب. لا، بس الموقف الخليجي دلوقتي اعتقد مع الموقف، انا بكلمك على بعض الناس يعني متغير للغايه، واعتقد ان هناك توافق مصري سعودي اماراتي بحريني في مواجهه الارهاب بشكل واضح. يعني ان الموقف الرسمي هو اللي بيقول الكلام ده. واخد بال حضرتك؟ لكن هي برضو المساله، احنا اسد جريح دلوقتي، احنا اسد جريح، بنلم في نفسنا، بنلم الاحداث اللي حصلت كلها. طيب، وبنغطي وبنسد المؤامره اللي لا زالت موجوده. انت فاهم ان هم هيسيبوك، لسه قدامنا وقت، المساله ما تخلصش. طيب، ما بين انا يوم عشان هنا عشان في برضه في حكايه هم هيسيبوك دي، ففي طبعا نوع من انواع البعض يحاول يسوق لكيفيه تجنيد هؤلاء الافراد اللي بيتم للاسف الشديد استغلالهم في هذه العمليات من خلال دعاوى بانك الان ستذهب الى الجنه. لا 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 لا، وبانك لا انت لا 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 فيش انا كلام. انا معايا الشيخ صبري عباده مستشار وزاره الاوقاف على التليفون. شيخ صبري الاول، السلام عليكم طبعا، وتعازينا لمصر كلها في شهداء مصر لهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. اولا احنا لن نعدي انفسنا ولن نعدي اهالي الشهداء، لان كلمه تعزيه انه قد فقد، ولكن اللي مات النهارده له 90 مليون مخلص على قلب رجل واحد، يسارون لمن مات ومن اريقت دماؤهم. خلينا نقول النهارده ان مصر بكل يوم بتطلع ابناء ورجال يظهروا مدى الحماس والقوه والشجاعه والشكيمه لعدو لا ينام ليلا ولا نهار على تأديج الأمن والاستقرار. أنا عاوز أقول من الناحية اللي أنا متخصص فيها، أن الإسلام من ذلك براء. أقول لهم خفتم وخابت أياديكم
الدماء التي سالت من ابناء مصر الشهداء الابرار سقطت عند رب غفور ودود، والان هم يمرحون في الجنه وانتم ان شاء الله الى جهنم وبئس المصير. عاوز اقول للدنيا كلها شوفوا الارهاب وشوفوا هذه الصور القذره التي لا تريد للانسان ان يحيا في امن وطمانينه. اين دعاه حقوق الانسان والحريات والذين صدعوا الرؤوس بهذه الكلمات؟ عاوز اقول لهم مصر كل يوم بتقدم من ابنائها من اجل الاستقرار ومن اجل الحفاظ. طب يا شيخ صبري، ما برضه في اصوات ثانيه بتقول اين المؤسسات الدينيه لتصحيح المفاهيم لدى بعض المغيبين؟ اولا انا معاك ان هناك دور مقلص او الدور ليس على شده او على اكمله، لكن ان شاء الله باذن الله في خطوات ثابته نحو الاصلاح كما يحدث في الاقتصاد وكما يحدث في التنميه والنماء. عاوزين نقول ان مصر بعد 30 سنه من حكم الحزب الوطني وما فيه من اهدار كل الحزب الوطني والاخلاق، النهارده بنقول ان احنا على خطوات صحيحه للاصلاح والتنميه. لابد ان يفهم كل داعيه ان دوره ليس قاصرا على خطبه الجمعه، ولا يسكت الداعيه طول اليوم وطول النهار في نشر المفاهيم الصحيحه وتوضيح هذه المفاهيم، ان كل من يمول او يفرح او يساند او يؤيد فهو شريك في الاسم، هو ومن قام بهذا العمل الخبيث درجة واحدة في الاسم والوزر عند رب العالمين. نعم، انا بشكرك جدا شيخ صبري عبادة على هذه المداخلة، وخلونا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم النهاردة حوارنا في هذا اليوم، وهل نترك ثأر أولادنا في سيناء ولا لا، وهل الناس اللي موجودة في سيناء ليها دور وعامل كبير جدا لمواجهة ومكافحة هذا التهديد الذي يهدد أمننا واستقرارنا في مصر، ولكن بعد هذا الفاصل.